أكيد زينب، وصلنا لفقرتنا الأخيرة وهي المحطة الخاصة بصباحنا اليوم. رح نحكي فيها عن موضوع بهم لكتار مننا وبيواجهوا خلال حياتهم العملية، التعلق كحالي بأي هدف، غاية، أمنية، نية أو عمل أو حتى شخص أو منصب هو عامل معيق ببعد عنا الهدف وبيخليه بعيد بحياتنا. كيف ممكن نعالج هي الظاهرة أو نتعامل معها؟ هو سؤال نطرحه على ضيفتنا اليوم مريم العيسى، خبيرة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا صباحك، فيكي. أهلا وسهلا فيك حبيبتي. أهلا وسهلا فيكي مريم. أهلا. خلينا نحكي عن التعلق بشكل عام، تعرفي لنا إياه بالمعنى الكبير لحتى تمام نفوت أكثر ونعرف أنواعه. تمام هلا بداية، التعلق هو من اسمه أنا متعلق بأشياء، فهو الارتباط شديد بالأشياء، بالأشخاص، بشيء معين بيخلي حياتي معلقة. يعني هذا إكمالة التعريف، حياتي معلقة أو سعادتي خليني أقول وفرحي وكل شيء على هذا الهدف. يعني لأنه ممكن أقول لك شخص أنه أنا متعلق، مو متعلق بس أنا بحب هذا الشيء، هو له درجات. يعني أنا ممكن أنا قلت عنه دغري ارتباط شديد، ارتباط بيخليني وقف حياتي، وقف سعادتي، وقف أنه أنا ما رح أكون سعيد إلا إذا عملت كذا، ما رح يعني إذا أكون خسرت ولا هذا الشيء ما رح أكون سعيد. بالضبط. هو باختصار نحن كمان شو بنقول؟ بنقول امتى بعرف حالي متعلق؟ لما بتشوف حالك بتقول انا بلا هالشيء ما فيني اعيش. نحن كثير بنقول هي الجمله، فهي لا مو هيك. انا بدون هذا، مثلا في كثير طلاب جامعه بيقول لك انا يا هذا الفرع يا ما بدرس، انا يا هذا الشخص برتبط فيه يا ما بدي، انا يا بصير بهذا المنصب يا اما انا ما بكون حققت. فهو كمان نوع من انه بتعلق باشياء ماديه لحتى اوصل لشيء بحسسني انه انا لي قيمه. ليه كمان؟ لانه الاشخاص، نحن هلا العصر اختلف شوي، فصار العصر اكثر مادي. الانسان فقد القيمه اللي هي قيمتي انا كشخص، وصار ربطها بقصص وبمناصب، بمال، باشخاص، احيانا حتى بوسائل معينه برتبط انا انه انا بس اعملها بس تصير عندي فبصير لي قيمه. لهيك هو تعلق حتى بهي القصص بس مشان صورته، هو صورته الذاتيه. هذا الارتباط الشديد بيعيق. يعني انا لما بكون، ليش؟ لانه انا بعيش بحاله توتر وقلق وخوف، فهو مدفوع هذا الشخص تجاه هاي الاشياء بالخوف. الخوف من شو؟ الخوف من الفقدان، اني انا افقد هذا الشيء اللي انا عم بسعى له، افقد اني انا ما يكون لي منصب، افقد انه انا ما يكون لي شخص ارتبط فيه، افقد الحب. في اشخاص، في ناس بتتعلق مو بالشخص، تتعلق بحاله الحب، انه انا لازم حب لحتى اكون مثل ما حكيت كمان يكون لي قيمه معينه، انه مو معقول انا اكون شخص ما في، ما لاقي حدا يحبني بالحياه. وبالتالي فهي مثل حجر، انت خليني اشبه لك حياه الانسان نهر وماشي، انت جبتي حجر وحطيتيه فقطعتي هذا السريان. الشخص متى ما تعلق بهي الاشخاص، بهي الاشياء وحطها بلوك، عرفتي؟ هو ما بيعرف ليه، لانه انا بتنخفض طاقه عندي بسبب التوتر والخوف والسرعه، بخاف افقد الوقت، بخاف اني ما لحق، ما يكون عندي وقت، فبيصير بسباق مع الزمن انه انا بدي بسرعه اخلص. او في اشخاص بتراقب الاشخاص الثانيه فبدها تصير تنجز بسرعه مشان الناس ما تسبقها. فكل هاي القصص، السرعه بيخلي الشخص، نحن بنقول بقانون الجذب انه هو التعلق يمنع جذب الاهداف والاشياء لإلك. ليه؟ لانه انت بتنخفض عندك الذبذبات، متى ما انخفضت فصرتي انت بذبذبات سلبيه، والسلبيه بتجذب شبيهاتها، فانت حيضل كل محيط حياتك سلبي. كله الاشياء اللي بتجيكي حتى اللي حواليكي كلياتهم بصير شو؟ بصير كله انتظار، كله مع الوقت، مع الوقت ما انت ما في، فقد المتعه، فقد المصداقيه بالحياه، خلاص عم بستنى لتصير الاشياء. يعني ربط السعاده وربط كل شيء بحياته ليصير هذا الشيء، حط شرط. تمام، هذا هو التعلق، تعلق شديد. يعني انا موقف كل حياتي على انه هذا الامر يصير معي. نعم. طيب اليوم يعني كل إنسان بيربطه مثلا ذاكرة مكانية زمانية، حتى تمام، في ريحة مكان بيميزها عن أي شيء تاني. التعلق الصحي، بين التعلق الصحي والتعلق المرضي، كيف بتشوف الفارق بيناتهم وكيف نحن ممكن نجتاز هي العقبات نتعلق بأي شيء كان؟ تمام، هلأ بدنا معناها، بدنا هون نفرق. التعلق هو تعلق، التعلق معناها هو شيء سلبي ما إنه إيجابي، بس خلينا نقول المصطلح الثاني اللي هو الحب. يعني أنا لما بكون مدفوعة بالحياة لأي شيء ولأي شخص ولأي عمل بالحب، مو مثل لما بكون مدفوعة له بتعلق أو بكون مدفوعة بالخوف. ليه؟ لأنه أنا مثل ما حكيت هلأ بالمقدمة، أنه أنا متعلقة بشيء، رابطة سعادتي بهذا الشيء، بوجود هذا الشيء عندي، إذا وجد فأنا بكون سعيدة. اللي بيكون مدفوع بالحب بيكون مستمتع،
يعني مثل لما بيكون شخص بمهنة معينة بيحبها، فهو بكل لحظة عايش مبسوط وسعيد، ما رح يوقف، ما نو ناطر نتيجة لحتى يكون سعيد، ما نو رابط سعادته وحبه. ليش؟ لأنه بيحبها. ففي فرق بين الحب وبين التعلق. أنا لما بحب مثل ما قلت لك منبعي أو بتكون مرجعيتي ذاتية، أنا بحب هذا الشيء، بحب هذا الشخص. مثلا إذا نحن شوي باتجاه اللي أكتر اليوم الناس بيهمها موضوع العلاقات أو موضوع الحب، الشخص أنا ما عندنا هاي ثقافة إنه أنا حب شخص بدون شروط، بيعرفوا بيفكروا إنه أنا لازم حبه يكون إلي، يعني في أنانية بالموضوع. هي القصة مو هيك، القصة إنه دائما أنا بحاول فرق بين الحب، أنا بحبك أنت بدون شو كيف ما كنتي. نحن لا، بنحب الشخص أنت بصير في تعلق، بنحب الشخص لما نحاول نغيره، أنت بتعمل كذا فأنا بصير بحبك أكثر، أنت بتصير كذا فأنا بحبك، يعني حب مشروط. حب مشروط. حتى الحب هون اللا مشروط الناس شوي عندها ما بتميز، إنه يا بتروح بقى ضحية إنه أنا بحبه خلص فبيعمل شو فيني شو ما كان، لما بقول لا هي كمان مو هيك. الحب مشروط لكن العلاقة مشروط، الحب غير مشروط لكن العلاقة مشروطة. يعني أنا لما بدي ارتبط فيكي بعلاقة شغل أو بعلاقة عاطفية فهون صار في علاقة، العلاقة لها شروط لحتى تستمر، لأنه هذا الشخص صح أنا بحبه شو ما كان وكيف ما كان، لكن أنا إذا بدي ارتبط فيه ففي شروط لحتى تتم هاي العلاقة بشكل منيح. فنحن الذكريات والأشياء اللي منحبها ما اسمها منتعلق فيها، اسمها منتذكر ذكرى حلوة وإيجابية منحبها، اسمه حب. هون كتير في فرق بين هذا الحب والتعلق. التعلق ببساطة شيء سلبي ومعيق، يعني معيق لإلك بكمالة حياتك ومع الأشخاص اللي حواليك وتفاعلك مع الحياة كلها. يعني يمكن كمان مريم في مقولة كتير انتشرت على الفيسبوك انه اكبر تحدي انه تتخلى عن الاشياء الاكثر اللي كنت متعلق فيها، يعني انه تعيش بدونها. فكمان خلينا نحكي كيف بيتم التعلق بصير ظاهرة ومرضية بتؤدي لحالات الاكتئاب وايضا حالات الوحدة والانعزال. هلا بنرجع كمان للتعريف، اذا انت ربطتي علقتي انه انا مستحيل كمل مثلا بالجامعة، أنا ما بفوت إلا على هذا الفرع وإلا ما بفوت على فرع تاني، طيب ليش؟ أنت شو عملتي هون؟ أنت شو عملتي؟ أنت في خيارات بالحياة كتيرة، حددتيها بخيار واحد. طب كيف في يوم الأهل يتعاملوا مع هيك مواضيع، إن كان باختيار مستقبلي أو حتى باختيار علاقة للصبايا اللي هلأ مقبلين على أيضا شيء جديد، كيف يعني يفرقوا بين التعلق وبين القناعة أكتر؟ شوفي، أمتى بتعرفي حالك أنت متعلقة بشيء كتير بنسميه تعلق؟ لما أنت بتكوني يعني واصل معك التعاسة، أو أنه أنا واقف في حياتي اليوم وما نحن تمشي ولا خطوة لحتى أحصل على هذا الشيء. هون أنت بتعرفي حالك متعلقة فيه، لأنه كان بالبداية أنه هو درجات. أحيانا بكون أنا متعلقة بعادة ممكن أنا أتركها، تسألي حالك سؤال، أنا إذا تركتها شو حيصير معي؟ هو الواقع اصلا هيك، يعني هو الشخص ما بيحس، بس لا لما بينحط بالقصه وبده يجرب هو، نحن كاهل بننصح انه لا يا ماما لا، بس يفضل انا مع وجهه النظر بتقول خليه يجرب لحاله، خليه يتعلق مره ويعرف انه ليش، لانه هو معيق، يعني خليه يوقع، خليه يوقع فيها. لكن التجربه مثل ما بقول نحن خير برهان، خليه يجرب، وبالذات المراهق اذا ما جرب ما بيقتنع ابدا. صحيح. يعني بيقول لك انه انا لا فهون التعلق مجرد انت بس تعرف شوفي نتيجه حياتك حواليك، شوفي كيف الحياه ماشيه عندك، اذا ماشيه بسريان طبعا على كل الاصعده، يعني الحياه مو بس العلاقه العاطفيه، الحياه الاخوه الصداقه المهنه العمل الدراسه على كل المستويات، اذا ماشيه بسريان فانت ما عندك تعلقات باشياء مو رابطه وراهنه سعادتك بامر او بماده او بمنصب او بمهنه او بدرجه وظيفه ولا باي شيء. أنا عايشة مستمتعة بالحياة، صار باختصار صار هذا الأمر اللي أنا بدي إياه، صار ما صار ما صار. بالنتيجة الإنسان بيستسلم، بس إمتى؟ لما بيكون جرب ولما بيكون تعب بيوصل لهي القناعة، بيقول لك خلاص ما صار شو بدي ساوي. طب خلينا نحطه بأول خطوة ونسأله إنه إذا ما صار هالأمر، لا بده يصير، هو بيقول لك بده يصير، طيب إذا ما صار حتى أسأل الاحتمالات فحو شو بيصير فيه، إنه أي ما يصير خلاص. مريم قد بتشوفي هذا الشيء بده تدريب نفس كثير كبير؟ يعني نادر اليوم تشوفي شخص ما انه متعلق بناحيه معينه بشخص معين بذكرى معينه او اي شيء كان بحياته مع اختلاف نسب التعلق بين شخص واخر. فدي بتحسي فعلا بدها قوه تدريب نفس، ما بتجي اكيد من الفراغ، شخص قوي وشخص ضعيف. طبعا هلا شوفي التمرحل بالحياه باي شيء حلو كثير. انا ما فيني اجي اليوم على شخص متعلق بأمر ما سواء كان مادي أو بشخصه وقال له خلص أنت يعني اعتبر حالك مثلا ما له موجود بحياتك. في أشياء نحن مشاعر، يعني بالنتيجة أنا شو اللي بدي حسه تجاه هذا الأمر؟ أنا
بدي اتمرحل، يعني انا كشخص وعيت اليوم انه التعلق هذا عم بيصير معيق. هلا نحن لو ما بدي فوت فيه بجانب بموضوع الجذب لانه كتير محور كبير هو فيه، بس لما بتعرفي قديش محور جوهري بتبطلي لحالك، لانه انت عم تعيق. يعني انت تخيلي الشيء اللي انت بدك اياه، مثل احنا بنقول كل ما بقرب على هذا الشيء بيبعد عني، لانه انا عم بركض وراه فهو بيهرب مني. لا، هو هي القصه كمان فيها طاقيا شوي الموضوع. وكمان بنسمع مرة على مسامعنا كلياتنا انه بيقول لك شخص والله بس تركت هاي القصه ما عاد سالت عنها قام صارت. عرفتي، هي فكره التسليم، انه انا بعمل اللي علي تجاه هدف، تجاه وظيفه، تجاه شخص، تجاه واجب، تجاه اي شيء بعمل اللي علي. في اشخاص تقول لك يعني انا هيك ما افكر باهدافي استسلم. لا، لانه في فرق كتير بين الاستسلام والتسليم. الاستسلام بيقول انه شخص فائت كل شيء، ما في شيء، ما في اي معنى بالحياه، ما عاد عنده شيء يخسره، يعني موت معنوي. تمام، التسليم معناه هو الخطوه اللي نحن بنقولها انا بس فقدت الامل قام صار الامر. لا، نحن بدي اجيب هي الخطوه اللي هي اللي نحن بنسميها فقدان الامل. لا، اول شيء بعد ما اخذ الاسباب، يعني انا عم اقدم على وظيفه، فانا قدمت عليها، قدمت السي في، قدمت ورائي وسلمت، اللي علي كله صار، بس انا عملت اللي علي. انا هون ماني مستسلمه، انا مسلمه لصاحب الامر، فخلص انا عملت اللي علي وخلص. في طمانينه، في راحه، في استمتاع، وفي عن جد ارضاء للضمير هون اكثر. طبعا انا صار هالامر، صار ما صار خلص، ما راح اوقف حياتي. المشكله التعلق بانه هو بيعمي على الانسان، ما بيعود بيشوف انه الحياه مليئه بالخيارات، مليئه بالاحتمالات الافضل، مليئه بانه في واقع افضل انا ماني شايفه بغطي. خلص البصر ما بيعود بيشوف انا شايف هذا الشيء، غير انه هو ممكن انت تسيئي استخدام الوسائل. الشخص المتعلق باي شيء ممكن يعمل اشياء لا اخلاقيه كرمال يوصل للشيء اللي بده اياه، لانه هو ما عاد شايف غير اني انا بدي اوصل لهذا الامر، فهذا كثير سيء. شو بده؟ بده تمرحل، هدوء، بدي اوعى اني انا اليوم بحاله تعلق بامر ما وانا لازم اتخلص من هذا الامر. كيف بدي اتخلص منه؟ بهدوء. نعم، اني اتمرن على هذا الشيء شوي شوي. كيف فينا نحوله مريم لعاده ايجابيه التعلق؟ يعني بنشوف كمان انواع من التعلق مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، تعلق الام بطفله او الطفل بامه، كمان هذا النوع. كيف فينا نحول هالاشياء لشيء ايجابي؟ شوفي موضوع الام، هلا منيح اللي حكيتي هذا الموضوع. اقول لك شغله، الحب والتعلق، علاقتك بالام مو تعلق، لانه انت لما بتحبي خليني اقول شخص او بتحبي هدف ما، فانت شو حكينا من شوي، بتضلي بتسعي وممكن حياتك تنتزع، ممكن تتبعي وسائل غير آمنة، ممكن تعملي أي شيء، ممكن تقبلي من الشخص اللي أنت متعلقة فيه أقل شيء، بس إنه أنا بدي إياه، فأنا بقبلانة منه بأسوأ شيء وبأقل شيء. الأم أنت ممكن تسافري وتروحي وتجي وتمشي حياتك وتكون دافع إليك، أنت هون ما بتحبي أمك؟ بس أنت ما نك رابطة حياتك بأنه أنا لازم أكون موجودة مع أمي. يعني هو تعلق إيجابي، علاقة الأم والولد. مثل ما قلت لك أنا برفض أقول عنه تعلق، أنا بقول عنه حب. في فرق بين الحب والتعلق، هذا تعلق واضح، تعلق يعني معيق. الحب أنا هون بخليني استمر، بخليني أكمل، بخليني أعرف أنه أنا خلص ما عم بيوقفني ولا عم بيكون معيق بالنسبة لي. فكتير فرق بين حب الأم، والأم يعني دافع كتير كبير. أنت قلتي كيف ممكن نميز أو نحوله لعادة إيجابية؟ لما بيكون دافع ما بيوقف لي حياتي، لما بيكون أنا خليني أقول حالة تنافسية لحتى أنا أحصل على الأفضل، لكن بدون ما يعيق حياتي أو يوقفها، ما يكون شرط يعني. نعم، لاستمرار حياتي. نعم. اليوم بعد ما عرفنا من حضرتك أنواع التعلق، كيف ممكن نكون إحنا إيجابيين مع الأشخاص ومن مختلف الأنواع، بدنا من حضرتك نصائح أخيرة بتحبي توجهيها اليوم لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا، لكل حدا متعلق لدرجة الهوس، لدرجة هاي الحالة المرضية، ممكن يدرب ذاته لحتى يكون على الطريق الصحيح. هلا أنا دائما بقول للأشخاص اللي بيجوا بنفس القصة هي، إنه أنا بسأل حالي سؤال واحد، إذا أنا هذا الشيء اللي أنا متعلق فيه راح من حياتي، طلع انسحب، ما له موجود، شو كيف بعيش؟ مثل ما قلت لك لما بتزنقي بتلاقي بيقول لك خلاص، يعني أنا بدي هي الخلاص تصير بالبداية، إنه أنا من أول ما أوصل بعلاقة معينة إني أنا خلاص أقول صارت هالقصة، صارت ما صارت ما صارت. شغلة تانية، التعلق بيعمي عنك الحياة، ما بيخليك تشوفي الحياة صح، ما بيخليك تشوفي الخيارات اللي موجودة، ما بيخليك تعددي علاقاتك مع الناس وتتعرفي، لأنه الشخص المتعلق هو مريض، هو ما بيعرف انه انا مريض ولا بيكتشف هذا الشيء. بس في حال اكتشفه لازم مثل المدمن
كيف المدمن ببلشوا يطلعوا من الادمان شوي شوي بتمرحل. نفس الشيء المتعلق ومثل ما حكينا هو مراحل، ممكن يكون مرحله كثير شديده، فهذا الشخص مثل المدمن كيف نحن بنعالجه بهدوء شوي شوي، انه انت طلع من القصه شوي شوي، بدها تدريب طبعا. يعني ما بتصير هيك بيوم وليله، ما بتصير. اكيد نحن بنتشكرك مريم على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله يكونوا الكل استفادوا من هالمعلومات، وبحلقات ثانيه رح نشوف اكثر، نتعرف على عده مشاكل اجتماعيه وخاصه عند الانثى. خلينا نقول شكرا. وش بدك معنا؟ عفوا حبيبه قلبي. اكيد اتشكرك مريم على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وبنتمنى يكونوا كثار عم يسمعونا ويشوفونا اليوم ويكونوا قدروا يستفيدوا من حضرتك. شكرا لك. اهلا.